بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج الغربان الثلاثة السود 3 بلاك راوس، وهو نموذج إنعكاسي أي عاكس الاتجاه، يتكون من ثلاث شمعات طويلة حمراء تتدنى أسعار إغفالها، أي تقل أسعار إغلاق كل شمعة عن الأخرى، وهي جميعا إما بدون ظل سفلي أو بظل سفلي قصير، أي أن الإغلاق يكون عند أدنى سعر لكل شمعة أو قريبا منه. وهذا يدل على قوة البائعين اللي هم الدببة السيلرز البورش وسيطرتهم التامة على السوق، فالأسعار تهبط بحدة بلا تراجع، والإغلاقات لهذه الأسعار تقترب من أدنى الأسعار المتداولة خلال الجلسة، مما يدل على قوة البائعين. كما قلنا هذا النمط عاكس للاتجاه، وهو عكس نمط الجنود الثلاثة البيض الذي سوف نتكلم عنه الآن. النمط الثاني وهو الجنود الثلاثة البيض 3 وايت سولدرز، هو نمط أيضا عاكس للاتجاه، يتكون من ثلاث شمعات طويلة خضراء، كل شمعة يرتفع سعر إغلاقها عن سعر إغلاق الشمعة السابقة لها مباشرة، وهي جميعا إما بدون ظل علوي أو بظل علوي قصير، وهذا يدل على أن إغلاقها يكون عند أعلى سعر بكل شمعة أو قريب جدا منه، وده يدل على قوة المشترين اللي هم الثيران اللي هم البايرز وسيطرتهم التامة على السوق اللي هم البولش. فالأسعار ترتفع بشدة بلا تراجع، والإغلاقات تقترب من أعلى الأسعار المتداولة خلال الجلسة، وكما قلنا هذا النموذج عكس الغربان الثلاثة السود. المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتناول هذا النموذج على الشرط من خلال التطبيقات العملية والأمثلة التوضيحية. لكم جزيل الشكر، وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال.